مرحبا بكم أجمعين أينما كنتم، تحياتي لكم إخواني أخواتي. اليوم عندنا فكرة جديدة، هذا الذي أمامكم هو فندق من أغلى الفنادق في العالم، لا يوجد فيه إنترنت ولا إيصالات ولا شيء، فقط لارم متصلة بالشرطة ومتصلة بالخدمات الصحية، لا يوجد فيه خدمات ثانية. هذا من أغلى الفنادق في العالم، وهو فندق معلق فوق شجرة، من أغلى الفنادق في العالم. الليلة في الشتاء حوالي 1000 يورو، وفي الصيف تصل إلى 3000 يورو، من أغلى الفنادق في العالم. فالسؤال يطرح نفسه، كيف يطلع أو يقوم الزبون بتسلق هذه الشجرة ويقام ليلة في هذا الفندق البعيد عن الضجيج والمدينة؟ فقط أتركوا لنا تعليق حول هذا السؤال، كيف يقوم الزبون بتسلق هذه الشجرة ويقضي أو يقضي ليلته فوق هذا الفندق من أغلى الفنادق في العالم، الفندق المعلق فوق أو بين هذه الشجرة؟ تحياتي لكم، شكرا.